كورونا بنقش عليهم الكورونا اكثر من التعليم ملحوق يعني باي وقت تقدر يدرس البلاد. اثنين التعليم الالكتروني بدونه تحتيه، هل يوجد بنيه تحتيه؟ هل مؤسسة، هل المدارس الحكومية أو الخاصة مؤسسة في بنية تحتية للتدريس الإلكتروني عن التدريس عن بعد؟ فما في يعني تجربة سابقة بالتعليم الإلكتروني موجودة عندنا بالبلد. طبعا بخاف عليهم، وطبعا أنا مع أنه يعني تتوقف لفترة دراسة جامعات أو مدارس، هذا أكيد عشان مصلحة أبنائنا يعني بالآخر. والله أكيد هم رايحين يجدوا بدائل، شايف، ومش خايف على هذا الموضوع لأنه موضوع أولادي بيد المسؤولين وهم أمنين عليهم، مش راح نكون أمن منهم على أولادي، فأكيد راح يتخذوا القرار الصحيح. طبعا خايف، أي واحد بخاف على أولاده وتعليمهم، بس البديل الإنترنت، طبعا الدراسة عن طريق الإنترنت. يعني يفضل أنه كونه في حالة واحدة يعني، فما ظنيت أنه راح يكون في كثير خطر على الطلاب أنه يداوموا يعني، إذا كل واحد يعني التزم بكفوفه التعقيم. حياكم الله. التعليم في زمن الكورونا يطرح هذا العنوان أسئلة عديدة. هل سيتم تعطيل المدارس والجامعات؟ وإن كان فمتى وعلى أي أساس؟ هل مدارس المملكة مهيئة صحيا؟ هل فيها كل الاحتياطات اللازمة؟ والسؤال أيضا، ما مصير امتحان الثانوية العامة؟ كيف سيكون شكله؟ مدى تطبيقه؟ هل سيكون الامتحان عن طريق الإنترنت؟ وإن كان، هل هناك قاعات كافية لعدد الطلاب؟ ماذا بالنسبة لطلاب الجامعات أيضا؟ اسمحوا لي أن أطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفي، واسمحوا لي أن أرحب بالدكتور صائب خريسات رئيس جامعة علوم والتكنولوجيا الأردنية. مساء الخير دكتور. مساء الخير أكعلي. وأهلا بدكتور دوغان عبيدة الخبير التربوي. مساء الخير يا سيدي. مساء الخير. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم جميعا. يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك. أهلا بكم. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للتعليم عن بعد في حال كان هناك قرار بتعطيل المدارس إذا ما انتشر فيروس كورونا لا قدر الله. وقال إن الوزارة جهزت فيديوهات دروس المراحل كافة، وقد تم تصويرها بالتنسيق مع إدارة الإشراف وخبراء تربويين ومدارس خاصة، وذلك من أجل رفعها على المنصة الإلكترونية التفاعلية لتتم متابعتها من قبل الطلبة. لفت إلى تجهيز موقع الوزارة والمنصة الإلكترونية لتكون بديلا عن الدوام الرسمي وضمان عدم انقطاع الطلبة عن التعليم، وأكد أن الوزارة ستقوم ببث الدروس عبر شاشة التلفاز لضمان متابعتها من قبل جميع الطلبة إذا اضطررنا لذلك. وأعلنت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحان التوجيهي لعام 2020 لتكون في الأول من تموز المقبل بناء على نتائج استفتاء الوزارة الذي طرحته للطلبة في موقعها الإلكتروني. أهلا بكم من جديد. أهلا بضيوفي. أهلا. اسمحوا لي أن أذهب مباشرة حيث ينضم إلي عبر الهاتف معالي الدكتور تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم. مساء الخير دكتور. يا مساء النور، أهلا أخي عامر، ومساء الخير لضيوفك الكرام وأيضا للمشاهدين. دكتور، كثر الحديث في الساعات الأخيرة بأنه من الممكن يوم الغد أن يتم الإعلان عن تعطيل المدارس أو جزء من المدارس، إلى أي حد هذا الحديث دقيق وصحيح؟ لا يوجد شيء بالتأكيد، هذا الموضوع لم يبحث على الإطلاق فيما يتعلق بتعليق الدوام المدارس أتحدث. نعم. لم يتم مناقشته أبدا، هذا أمر يعني يتطلب دراسة معمقة، ولم يتم التطرق إلى مثل هذا الأمر لغاية هذه اللحظة. الحمد لله الأمور مطمئنة، لا توجد إلا إصابة واحدة، وكما سمعت قبل قليل بأنها يعني قد تماثلت إلى الشفاء، وبالتالي لم يبحث هذا الأمر على الإطلاق، لا يوجد أي تعليق ولا بحث للتعليق لدوام المدارس. نعم. طيب السؤال الآخر، متى تقرر الوزارة أو الهيئات المعنية بأنه يجب علينا أن نقوم بتعليق الدوام في المدارس أو تعطيل المدارس؟ يا أخي عامر، كما أسلفت أن هذا الأمر هو مناط بلجنة عليا، هذه اللجنة العليا هي التي تبت بموضوعات مختلفة. الحكومة كانت شفافة وصريحة من البداية، وبالتالي كانت هناك لجنة عليا برئاسة معالي الوزير، وهي تنسق بصورة مستمرة مع كافة الأطراف
أيضا هناك هذه اللجنة تجتمع في مركز الأزمات، وبالتالي تنسق كل المسائل الوطنية المتعلقة بهذا الشأن. بالتأكيد أن هناك بروتوكولات وطنية وبروتوكولات عالمية فيما يتعلق بتعليق دوام المؤسسات التعليمية. لم يتم بحث هذا الأمر لأنه الحمد لله لا زالت الأمور يعني حالة واحدة، وبالتالي لم يتم بحث هذه المسألة بأي شكل من الأشكال. طيب دكتور، حديث آخر يتحدث عن هل المدارس مؤهلة صحيا، يعني هل ستقوم وزارة التربية والتعليم بتعقيم هذه المدارس أثناء يوم العطلة جمعة وسبت، ولا أيضا هذا الحديث لم يتم مناقشته؟ يا سيدي، فيما يتعلق بخطة وزارة التربية والتعليم وهي مشتقة من الخطة الوطنية العامة فيما يتعلق بمواجهة هذه الأزمة، نحن بدأنا مبكرا بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتم عكس الخطة الوطنية على فيما يتعلق بعمل وزارة التربية والتعليم. كان هناك جانب توعوي وتثقيفي مستمر منذ أكثر من شهر ونصف، وتم نشر كافة النشرات التثقيفية والتوعوية على الطلبة من خلال منصة التعلم الإلكتروني ولأولياء الأمور أيضا، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الحصص المدرسية لمفاهيم العناية الشخصية والوقاية. أيضا قامت الوزارة من الأسبوع الماضي بتزويد المدارس بكافة يعني المتطلبات الصحية المتعلقة بالمنظفات والهايجين وما إلى ذلك. أما ما يتعلق بمسألة التعقيم، نحن يعني لم نصل ولا سمح الله لن نصل إلى هذه المرحلة، وبالتالي لا يوجد يعني خطة تتعلق بالتعقيم فيما يتعلق بمعطيات الموقف الحالي لغاية الآن. طيب دكتور، الحديث عن تعليق الدوام المدارس تماما كما في بعض الدول المجاورة هو احترازي أكثر ما يكون، أنه في حال لا قدر الله، هذه نقطة. نقطة ثانية اللي موضوع النظافة في المدارس خصوصا بالنسبة للأطفال، والنقطة الأهم من ذلك كله من يتحدث بأن الصحة أهم من التعليم في هذه المرحلة، إلى حد تتوافق مع من يقول هذا بهذا الحديث؟ بالتأكيد نحن نتفق تماما بأن الصحة هي أهم الأولوية القصوى، وبالتالي هناك برنامج مستمر فيما يتعلق بالتوعية والنظافة والتثقيف الصحي، وهذا كله شغالين عليه في المؤسسات التعليمية. لكن أن يكون هناك تعليق لمجرد أن يكون إجراء احترازي، يعني هذا تلجأ إليه الدول ضمن بروتوكولات، وبالتالي هناك لجنة وطنية هي التي تنسق كل هذه المسائل. ومعالي وزير الصحة يعني أوضح هذه المسائل سابقا فيما يتعلق ب يعني الإجراءات المتبعة بمثل هذا الأمر. أما أن يكون هناك تعليق لإجراء احترازي، فأنا بعتقد يعني وجهة نظري الشخصية أنه قد لا يخدم مثل هذا الأمر. لأننا لا نتحدث، أولا هناك حالة واحدة فيما يتعلق بهذا الأمر، وهناك إجراءات فعالة فيما يتعلق بالخطة الوطنية، وبالتالي بدها يعني تناقش الأمور في سياق المصلحة العامة. نعم. طيب لكن هل سيكون هناك دور من وزارة التربية إلى مدراء المدارس مدراء التربية لزيادة موضوع النظافة في المدارس؟ يا سيدي، هذا برنامج مستمر بالتأكيد بصورة يومية، غرف عمليات مستمرة فيما يتعلق بهذا الأمر، وحالات رقابة مشددة، وأيضا تم تأمين المدارس بكل هذه المتطلبات. بالتأكيد هذه متابعة منذ أكثر من أسبوعين. طيب سيدي، تحدثت بأنه يتم تجهيز فيديوهات دروس لكافة المراحل، هل لك أن تعطينا أكثر تفصيل عن هذا الموضوع؟ يعني إحنا بنتحدث الآن عن التعليم عن بعد. أخي عامر، أولا التعليم عن بعد أو ما يسمى بتوظيف التكنولوجيا بالتعليم هي لم يعد ترف، هذا هو خيار المستقبل والرهان، والوزارة ماشية فيه من فترة طويلة جدا، يعني فيما يتعلق بالتعليم المتمازج الذي يدمج التكنولوجيا بالتعليم. نحن لا نتحدث عن يعني هذه الجزئية بالذات، نحن نتحدث لا سمح الله ولا قدر الله إذا تم يعني تعليق المدارس، بالتأكيد أن هناك خطة
تتعلق باستجابة الوزارة للطوارئ في حالة تعليق الدوام بالمدارس. نعم، هناك منصة إلكترونية فعالة وشغالة في وزارة التربية والتعليم، هي منصة إلكترونية تفاعلية. هذه المنصة فيها محتويات إلكترونية، وأنا بأكد لك إنه ما قامت به الوزارة منذ أكثر من أسبوعين بتنسيق عالي المستوى مع كافة شركائها، سواء فيما يتعلق بالقطاع الخاص أو غيره. نعم. نحن قمنا بجمع كل موارد التعلم المتاحة في الأردن وبصورة مجانية، وهنا أود أن أشيد بتعاون كافة الجهات والشركاء مع الوزارة في توفير المحتوى الإلكتروني، وبالتالي تم جمعه وتصنيفه بحسب الصف والوحدة والمادة الدراسية، وتم تبويبه ووضعه على منصة الوزارة اللي هي نور سبيس للتعلم الإلكتروني، وهي جاهزة ويتم متابعتها وفحصها بصورة مستمرة وحتى تكون جاهزة، فيما لو يعني لا سمح الله كان هناك يعني تعليق لدوام المدارس. أود أن أشير هنا حينما نتحدث عن التعلم عن بعد، نحن هنا كما أنا سمعت بالمقدمة بعض الإخوان يعني بيشيروا إلى أنه هل نحن جاهزين، المدارس جاهزة؟ نعم. نحن لا نتحدث عن مدارس، نحن نتحدث عن أن الطالب يتعلم من بيته، وبالتالي سيقدم المحتوى إلكترونيا من خلال هذه المنصة تصل إلى البيت، يتابع الطالب. ما هي ماشي، بس نعم. في نقطة، هذه المنصة عن طريق الإنترنت أول شيء بالتأكيد. ماشي، بالمقابل هل ستكون مجانية؟ يعني في ناس ما عندها تحضر على نعم. على هذه المنصة، فبالتالي المنصة ستكون مجانية في حال تم التعليم عن بعد، هذه نقطة، وإن شاء الله ما نوصل إلى المرحلة. يا سيدي، أولا إن شاء الله ما نصل إلى هذه إن شاء الله. المرحلة، بالتأكيد أن الوصول إلى المنصة مجاني، لكن بالتأكيد أن هناك لابد أن يكون هناك شبك عن طريق الإنترنت. نعم. نحن ندرس الآن، لازلنا يعني لغاية هذا المساء، هناك تنسيق أيضا مع مزودي خدمات الإنترنت لكي تكون هناك إما أسعار رمزية، أو أنها قد تكون في من خلال بعض القنوات المغلقة أنها متاحة للطلبة مجانا. لا يوجد شيء لغاية هذه اللحظة، غدا يمكن أن يكون هناك نوع من التفاهم والاتفاق بأن تقدم مثل هذه المسائل، إما بأسعار يعني رمزية للطلبة، أو أن يكون يعني مجانا ضمن قنوات متاحة للطلبة، لا سيما من خلال اليوتيوب، مواد فيديوهات أو مواد إثرائية وإلكترونية تقدم للطلبة بأسعار تفضيلية وأسعار مجانية. نعم، نرجو أن تكون أسعار مجانية، لأنه في المحافظات وعلى الأطراف يا سيدي بتعرف الناس حقت حالها. إن شاء الله ما نوصل لها المرحلة، إن شاء الله ما نوصل. أولا هي لن تكون عالية الكلفة بالتأكيد. نعم. طيب، نقطة ثانية سيدي، فيما لو أنا بتحدث عن سيناريوهات، نعم. ماذا بالنسبة لطلبة التوجيهي فيما يتعلق بامتحانهم؟ بتقدم بتأخر؟ الثانوية العامة الأولوية القصوى هي للطلبة التوجيهي بالتأكيد، وبالتالي كانت أولويتنا أن نضمن أن المحتوى الإلكتروني والمواد التفاعلية هي كاملة ومتكاملة لجميع المباحث في الثانوية العامة باختلاف الفروع الدراسية، هذه تم إنجازها، وبالتالي هي ستكون متاحة على نور سبيس للطلبة. أما فيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة، لن نستبق الأمور، سيكون هناك يعني القرار المناسب في الوقت المناسب بمثل هذا الأمر، وإن شاء الله أننا لن نصل إن شاء الله يا سيدي. إلى يعني مرحلة يعني لا تمكننا من أنه لا نتخذ قرار يعني يكون موثوق تربويا بمثل هذا الأمر، لكن أنا بأكد لك نعم. أنه إحنا ماشيين بصورة متدرجة، نحن جاهزون بالتعاون مع كافة شركائنا. نعم. بالتأكيد سنقدم يعني لطلابنا لنضمن سير العملية التدريسية من خلال يعني المحتوى الإلكتروني بأشكال مختلفة وصور مختلفة، منها مواد إثراء، منها مواد إلكترونية تفاعلية، منها مواد فيديوهات حسب المبحث والمادة الدراسية. وهنا أؤكد
بأن الأولوية كانت هي للفصل الدراسي الثاني، أي بمعنى أنها متزامنة مع الخطة الدراسية للطلب. نعم. طيب سؤال آخر، بس المناهج في منها تفاعلية، كيف سيكون شكل التفاعل على التعليم عن بعد؟ يا سيدي بالتأكيد احنا بدأنا كما قلت يعني وبتوجيهات من دولة الرئيس مبكرا من أسبوعين أو أكثر، نحن فرغنا مجموعة من المعلمين والمشرفين المتميزين بدأوا بإنتاج مواد وتصوير حصص دراسية، وهذه أيضا حملت على منصة التعلم الإلكتروني، كما أننا سنبدأ بمرحلة متقدمة إن شاء الله فيما يتعلق، قد نحتاج أسبوع من الآن، بحيث أن المعلم يقدم الحصة وتبث بصورة مباشرة للطلبة، بحيث تكون هناك صفوف افتراضية للطلبة. هذا المساء وأنا كنت في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم في الوزارة، نعم، وزعنا الطلبة في المملكة بحسب الصف إلى صفوف افتراضية بواقع 250 طالب كصف افتراضي، تم ربطهم مع زملاء وزميلات من المعلمين لكل مادة وكل مبحث، بحيث أن هؤلاء يتفاعلوا ويجيبوا على أسئلة الطلبة في المادة التي تقدم لهم من خلال الحصص الإلكترونية التفاعلية. يعني تم تجربة هذه التجارب يا سيدي موجودة وهي موثوقة عالميا، وأيضا موجودة عندنا بالوزارة وموجودة أيضا مع شركائنا، وتم سابقا الوزارة قامت بتجريبها ب 150 مدرسة خلال الشهرين أو 3 أشهر الماضية. طيب سيدي بالنسبة للامتحانات إذا كانت عن التعلم عن بعد أيضا، راح تكون كلها دوائر ولا فيها اشرح وما إلى ذلك؟ دوائر يا سيدي. يا سيدي التعلم الإلكتروني هو مفتوح على كل الاحتمالات، مش بس يعني دوائر اختيار من متعدد، لا طبعا الاختبارات العادية هي تقدم بأشكال مختلفة، منها ما يكون اختيار من متعدد، منها ما يكون أن الطالب بكتب يعني إجابات قصيرة أو ماتش بمعنى أنه يطابق بين قوائم، يعني هذا كل التكنولوجيا حلته، ما عدنا نتحدث عن شكل واحد من أشكال الاختبارات. بعرف أني طولت عليك وطولت على ضيوفي، بس آخر سؤال يا سيدي، آخر سؤال، هناك من يتحدث لماذا لا يتم يعني تلخيص المواد واعطائها للطلاب، يعني بدل ما يشيل له كتاب 60 صفحة يكون 30 صفحة ويعطوه لمعلمين بطريقة أسرع؟ قصدك انه يعني تكثيف المادة؟ تكثيف المادة يا سيدي. لا يا سيدي، اولا يعني اذا كنا نريد ان نتحدث عن تعليم وتعلم فعال فنحن نتحدث عن مدى زمني ايضا، نعم، يتعلق بالإيفاء بحق الطالب في التعلم اولا وتفاعل الطالب، ثم ايضا انه لا يمكن ضغط المادة، نحن لا نتحدث عن امتداد افقي للمادة وانما نتحدث عن تعلم حقيقي وتعلم ذي معنى لدى الطلبة، وليس فقط أن نكثف المادة وبالتالي نختصر الزمن وكأنه يعني أننا نسابق حتى ننهي المادة، لا هذا ليس هو المقصود. طيب وبالنسبة للأطفال، حضانة الأطفال، رياض الأطفال، في استعدادات كاملة فيما يتعلق بإيش؟ برياض الأطفال من حيث يا سيدي؟ الصحة يا سيدي منين معليك يعني؟ لا أنا هو رياض الأطفال، أنت بتسألني مثلا عن خطة الوزارة للعام القادم ضمن أولوية الحكومة لاستيعابهم لا يا سيدي الأطفال. الموجودة الحالية، الموجودة بالمدارس، الموجودة حاليا بالمدارس، لأنه الأطفال عشان الكورونا، أنا بسألك بسألكيش عن الخطة الجاية. الأطفال الموجودين برياض الأطفال هم ما ينطبق عليهم ينطبق على الطلبة بالتأكيد، لكن لهم عناية خاصة فيما يتعلق بمتابعتهم من الصحة المدرسية، وأيضا أنا بطمنك أنه أيضا لهم محتوى إلكتروني أيضا سيقدم. تسمح لي أني أشكرك معالي الوزير، شكرا جزيلا الدكتور تيسير نعيمي وزير التربية والتعليم. أذهب إلى فاصل أول، بعده نتواصل.
اهلا بكم من جديد. وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور محي الدين توق تعميما لرؤساء الجامعات الاردنيه باتخاذ اجراءات تجهيز المساقات المطروحه لتكون من خلال اليه التعليم عن بعد استعدادا لوقف الدراسه بسبب فيروس كورونا، واشار ان المواد التعليميه سهل برمجتها الا ان بعض المواد الانسانيه يوجد فيها صعوبه قليله، واضاف انه لدينا خطه لمواجهه الفيروس من خلال التعليمات الصادره من وزاره الصحه واللجنه الوطنيه للكوارث، مؤكدا أن الجامعات في المملكة آمنة من الفيروس إن شاء الله. أهلا بكم من جديد. أهلا بضيوف، اسمح لي أن أرحب مرة أخرى بالدكتور صايب أيضا والدكتور دوغان. مساء الخير. أبدأ معك دكتور، جامعاتنا مثل ما تفضل معي الوزير آمنة إن شاء الله من فيروس كورونا ولا ما بنقدر نقول آمنة أو أنها مش آمنة؟ سيدي أولا مساء الخير أخي عامر، أقول أنه بحمده تعالى جامعاتنا نعم آمنة من حيث الفيروس، من حيث الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الجامعات، ومنذ انتشار الفيروس وقبل إعلان أول حالة في الأردن كانت الجامعات وجامعة العلوم والتكنولوجيا قامت بإجراءات منها عملية تعقيم المرافق الصحية واستخدام المنظفات وتوفير الصابون في هذه المرافق، وكما قمنا عندما أعلنت أول حالة في فيروس الكورونا في الأردن قمنا بتزويد جميع القاعات التدريسية بعبوات تعقيم للطلبة وأيضا في أماكن جهاز البصمة للموظفين. الجامعات والجامعات الأخرى الآن موضوع خاصة. تعليق الدوام في الجامعات بترجع لرئيس الجامعة، بترجع للتعليم العالي، أم ترجع ل الاستراتيجية العاملين سيدي تعليق الدوام في الجامعة هو من صلاحية رئيس الجامعة، لكن في هذه الحالة يتم التنسيق مع مجلس التعليم العالي واللجان العليا ووزير التعليم العالي. متى يتم تعليق الدوام في الجامعة؟ هذا القرار طبعا تعليق الجامعات يتم في خلال الظروف العادية، إذا كان في عندنا ثلوج، إذا كان في عندنا أمطار شديدة وغزيرة، وسبق أن تم تعليق الدوام في الجامعات لهذه الأسباب. لكن في حالة الكورونا أعتقد بحاجة لكون قرار أعلى من مستوى رئيس الجامعة، قرار وطني لكل الجامعات حتى ما تكون الأمور بفردية وليست جماعية. نعم طيب دكتور دوغان مساء الخير. يعني الآن الناس بتقول لك اليوم طلع وزير التربية ورد طلع بيان لوزير التعليم العالي، هل هناك ما تخشى التربية والتعليم والتعليم العالي في الأردن من هذا الفيروس الآن؟ أم بأن الموضوع تهويل إعلامي لا أكثر من ذلك؟ يعني أنا لا أستطيع الإجابة عن هكذا سؤال. ليه؟ لأنه هذه بدك معلومات معلومات من أجهزة مختلفة حتى تزودك بمادة تخليك قادر على اتخاذ القرار، بس انعكاس هذا القرار على التعليم هو ما يهمني، أنه هل يمكن التعليم وضبط التعليم وتنظيمه في زمن الكورونا؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابات وإلى تفصيل. بدي أطرح عليك سؤال. مدارسنا الآن وانت عارف المدارس بهالقرى وبهالمحافظات مؤهلة صحيا، نظيفة، يعني انت بتعرف أكثر مني هذه المواضيع صح؟ الجواب هذه قضية اجتماعية ومجتمعية، يعني لكن هناك في فيروس الآن حتى لو كان قضية مجتمعية الآن في فيروس، شو علينا إنه نعمل إحنا للطلاب؟ يعني شو بتخرب الدنيا إذا عطلنا ثلاث أيام وعقمنا المدارس؟ لا إطلاقا ما بتخرب الدنيا، وإطلاقا ما بصير نظل نقول إن شاء الله ما بنصل لهذه المرحلة، يعني بدنا نشتغل كما لو كان الخطر موجود. نعم. ما بصير أقول يعني أنا إن شاء الله ما بنصل للمرحلة، لا، سواء بدنا نصل للمرحلة ولا ما بدنا نصل للمرحلة هناك استعدادات بالتأكيد لازم تكون موجودة في المدارس على المستوى الإداري وعلى المستوى التعليمي. طيب إحنا التعليم عن بعد قادرين عليه ولا لا؟ لأني راح أجي أسأل الدكتور نفس السؤال، قادرين عليه بالتربية؟ في المرحلة الحالية نعم، يعني القدرة والرغبة نحن راغبون. طيب. لكن هل نحن قادرون على أنه نباشر مثل هذه؟ لا، القدرة تتطلب استعدادات مسبقة مش حل لأزمة. إذا عندي أزمة وبدي أحلها حلول الأزمة معروفة، أنه عليك أن تضحي ببعض الجوانب الإيجابية لتحل الأزمة، لكن هذه الأزمة لماذا جاءت ونحن لسنا مستعدين
لمثل هيك احنا مرينا بظروف عديدة يعني تتطلب اللجوء إلى تدريس من نمط جديد. يعني مبررات التدريس الجديد كثيرة جدا، أهمها التطور اللي بيصير بالدنيا، لكن محليا إنه التدريس على النمط الجديد مرينا بظرف ظروف جوية قاسية، مرينا بظروف إضرابات المعلمين، يعني ليست هذه هي المرة الأولى اللي منواجه فيها تحدي في إيجاد شكل جديد من التعليم. سأذهب في حلقة سابقة استضفت وزير التربية والتعليم السابق التعليم العالي أيضا دكتور وليد المعاني، سألته سؤال حول حوسبة التعليم خصوصا الثانوية العامة، بدي أسمع أنا وياكم بعد أمركم هذه الإجابة. أعطونا الفيديو شباب بعد أمركم. إذا توفرت لنا الإمكانات، وأنا أخ عامر بحكي لك على الإمكانات، إنه لنفترض أنها امتحان زي امتحانات الصيفية المعتادة فيها 100,000 وما يقرب أو ما يكثر، بدي أخذهم يجب أن يتوفر 100,000 حاسوب وقاعات تتسع ل 100,000 طالب في آن واحد، يجب أن أضمن الحماية وأضمن الكهرباء وأضمن وصول الطلبة إلى هذه القاعات، لأن هذا لن يتم في نفس المدارس، يتم في مراكز. هذا المركز سيتوسط مجموعة من المدارس أو مجموعة من القرى، يجب أن أنقل الطلبة إليهم. ففي عملية تنظيم كبير، تنظيم كبير وحماية كبيرة للمحولات الكهرباء لخطوط الإنترنت وإلى آخره. لا أستطيع أن أقتحم موضوع كهذا دون أن أكون متأكد من قدرتي على إنجازه، لأنه فشلوا في أول تجربة له، تجربة أو التطبيق العام. نعم. يعني كأني أنا أحكم بالموت على هذا البرنامج، وهو شيء لا نريد أن يحصل. أي عام سيكون هناك حوسبة؟ أنا أعتقد التفاؤل أنه بعد 3-4 سنوات، أنا أعتقد أنه إحنا شوي متفائلين في هذا الموضوع. رئاسة الوزراء مشروع نظام التصنيف المهني. ها دكتور تضحك. أنا يعني بقول في فرق بين الحكي من وسع والحكي في أثناء الأزمة. احنا كيف هذه خطة واستراتيجيات، وأن الواحد بده يجيني موسع يصير يحكي لي وينظر علي، بعدين لما يصير عندي أزمة بدي أصير أركض على شاشات التلفزيون وأروح أترجى شركات الإنترنت إنه نزلي له فيديوهات ببلاش. أنا بدي أقول إذا بدي أحكي من وسع جدا، أوسع من اللي حكاه معالي الدكتور المعاني. نعم. بقول المناهج المدرسية نفسها لازم تكون مبنية على أساس التعلم الذاتي والتعلم الحواري والتعلم التفاعلي. نعم. بحيث أنه لو صار إيش ما صار ما أضطر أغير استراتيجياتي وسياساتي. لما يكون المنهج في جزء منه تعلم ذاتي، لما أبني مناهجي على أساس أنه موديولات، أنه في كل مثلا الكتاب 4 وحدات، بعمل وحدتين تعلم ذاتي. هذا التعلم الذاتي ضروري ومطلوب وأحسن من التعلم المباشر. كيف بده يكون تفاعلي التعلم الذاتي؟ التعلم عن بعد، التعلم في هلأ في تعلم ذاتي وفي تعلم عن بعد. وفي تعلم عن صحيح. بعد التعلم عن بعد هو تعلم ذاتي. بس التعلم الذاتي له شكلين، تعلم في الصف، يعني مجتمعات متعلمة كل 4-5 طلاب يجتمعوا مع سوا وينتجوا معرفة في مجال ما، وفي ممكن على طريقة الواجبات البيتية أيضا، كل واحد ببيته أنه يعطى تعيين معين أو واجب معين ويعملوا ويمارسوا في تعلم ذاتي. هذه ليست يعني ليست عجبة، هناك مطالبات بالأردن وغير الأردن إنه المنهج يكون حواري تفاعلي تأملي، قادر الطالب فيه أن يسير بقدرته الخاصة وبمهارته الخاصة وبوقته الخاص. هذا الحكي قلت لك إنه حكي من وسع، لكن حكي الأزمة بده يكون مختلف. طيب. أنا بدي أجي على حكي الأزمة بعد أمرك، بس بدي أروح على الدكتور صاحب. دكتور صاحب بالمقابل يعني عندكم كلية طب وعندكم كلية صيدلة، ويعني الشباب هذول أطباء بالمستقبل، بالتالي قادرين على أنهم يعالجوا أنفسهم وأنه يعملوا الوقاية. طيب السؤال الأهم، هل من الممكن يتم استخدام مثل قاعات الجامعات للتدريس الطلاب إذا كانت معقمة وآمنة؟ لأنه يعني لسه الجامعة أنظف وفيها تعقيم أكبر وأسهل من المدارس. نعم أخي عامر، حقيقة هذا ما يتم الآن، القاعات في الجامعات وفي جامعة التكنولوجيا تستخدم بكل كاباسيتي العالية كاملة.
احنا تقريبا يوميا في عنا حوالي 400 محاضرة تعطوا في اليوم. نعم. عنا تقريبا في اليوم في خلال الأسبوع حوالي 25,000 طالب في الجامعة، لكن موزعين على القاعات وعلى المحاضرات المختلفة. والإجراء اللي قمنا فيه في الجامعة اللي هو عملية توفير مواد معقمة وأيضا تعقيم القاعات، وليس التعقيم برش مواد معقمة، إنما هي عملية نشر الوعي مع الطلبة. دكتور، التجمع تبع الطلاب ما بيأثر؟ التجمعات ممكن تكون في مثلا في الكافتيريا، ممكن يكون في شيء. القاعات يعني بحمد الله هي يعني منتشرة في الجامعة، وفي مسافة ما بين الطالب والطالب الآخر، هنالك مسافة آمنة. وأيضا جامعة التكنولوجيا أيضا كمساحة منتشرة، يعني الساحات الخارجية منتشرة. لكن هذا كمان إحنا بنحاول رفع الوعي عند الطلبة، وقمنا بعمل مطويات تقريبا حوالي 3,000 مطوية لتوزيعها، إضافة لإرسال بالبريد الإلكتروني وعلى مواقع الجامعة والفيسبوك. نعم. والتواصل الاجتماعي كيفية الوقاية من هذا الفيروس. والحمد لله الآن يعني تشعر أن المجتمع الأردني على دراية عالية جدا من حيث الإجراءات الاحترازية والتعقيم والمصافحة والتقبيل إلى آخره. طب الجامعة التكنولوجيا ما بتعمل خدمة مجتمعية وطلاب الطب وطلاب الصيدلة يطلعوا على هالمدارس المجاورة؟ نعم. ويعقموا هالمدارس ويوعوا هالطلاب والمعلمين، يعني احنا لسه الواحد بتوقع انه كيف يعمل. سبقتنا بالحكي تفضل سيدي. وهذا اللي احنا بنقوم فيه، في عندنا نادي في كلية الطب ويسمى الاي اف ام اس اي، هذول طلبة كلية الطب السنوات المتقدمة الخامسة والسادسة، وهؤلاء بدأوا داخل الجامعة ومن ثم سينطلقوا الى المجمعات التجارية والمدارس، وايضا سيكون هنالك من خلال شركات توزيع هايجين على المدارس وعملية توعية للطلبة في المدارس. واليوم زارنا كمان ايضا من المسؤولية المجتمعية لبلدية إربد، جاءنا نادي علمي في البلدية بالتنسيق مع البلدية لنشر الوعي امام الطلبة ايضا وتوزيع من هذه المواد المعقمة. يعني يا ريت تتعمم مع كل الجامعات، لانه بكل محافظة في عندنا جامعة وفي عندنا بلدية، يعني تعمم وتروح على هالمدارس كمان خدمة مجتمعية حقيقة. وهذا كمان يعني الشيء، قبل يومين كنت في مستشفى الملك المؤسس للاطلاع على التجهيزات. الآن كما تعلم مستشفى الملك المؤسس اعتمد كمستشفى لعزل حالات المشتبه بها، ومن ثم تحول إلى مستشفى البشير. اطلعت على جناح العزل؟ هنالك جناح خصص، هي وحدة الحروق السابقة غير مستغلة الآن، وتم تعقيمها وتجهيزها، وهناك بروتوكولات متبعة من قبل المستشفى لعمليات العزل بالتنسيق مع وزارة الصحة، تنسيق تام بهذا الخصوص. كم سرير في مستشفى الملك المؤسس في العزل حتى الآن؟ العزل محدود، يعني ممكن لغاية 10-20، لكن الحالات اللي راجعت حالات بسيطة جدا، ما كان في أي شيء الحمد لله. الحمد لله كان اشتباه بالزكام بسعال ورشح وعولجت، وما في كان أي حالة مشتبه فيها لغاية الآن الحمد لله. نعم الحمد لله. طيب دكتور، أعود إليك من جديد مرة ثانية. طيب الآن لما جبنا الأطباء نسألهم إنه الأطفال بصيبهم هذا المرض، طمنون الأولاد الحمد لله بصوا مش لا الأطفال ولا المدارس، بده يقول لك بس الكبير بالسن. يعني طب ما الكبير بالسن مهم إلنا بالنسبة إلنا كمان، صح ولا غلط؟ طيب النقطة الأهم الآن، أنت مع تعليق المدارس ليوم واحد حتى يتم تعقيم كل المدارس أم لا؟ أم إنه تعقيم كل المدارس صعبة بالأردن؟ هلا يعني أنت ومعالي الوزير الدكتور تيسير اتفقتوا إنه أنا سألت الصحة أهم من التعليم. صحيح، هذه يعني مسلمة. صحيح، الصحة أهم من التعليم. إذا كنا بدنا نطبق هذا المبدأ بدي أضحي بيوم تعليم بالأصل. أخي عامر تفضل دكتور. يعني المدرسة ليست أفضل نظام تعليمي لجمع الأولاد وتدريسهم، يعني في العالم صار عزوف عن نظام المدرسة، وصاروا الناس تلقائيا وطوعيا ما يودوا أولادهم على المدرسة حتى بدون أزمات. فإذا يعني تعطيل يوم أو تعطيل يومين أو تعطيل 4 أيام لن يؤثر إطلاقا على يعني مستوى أداء الطلاب، وبالعكس أنا من وجهة نظري إذا غاب التعليم السيء 4 أيام على الأولاد بكون لصالح الأولاد مش ضد الأولاد. ولذلك إذا بدي أحكي عن تعليم جيد وبدي أحكي عن تعليم عادي. نعم. التعليم العادي يعني لا يؤثر، لو زدنا 4 أيام وقمنا 4 أيام لا يؤثر. التعليم الجيد هو ما يؤثر حضوره أو غيابه. هل لدينا القدرة على توفير التعليم الجيد في زمن الأزمات؟
أنا بعتقد أنه لدينا أم لا؟ إحنا شوف لدينا الرغبة، ومع الوزير تيسير كان يعني واضح جدا لديه الرغبة ولديه الاهتمام. المسألة هل لدينا القدرة، هاي السؤال، أنه هل لدينا القدرة الفنية على القيام بمثل هذه المهام. الدكتور تيسير قال لقد تم اتخاذ كل الإجراءات الفنية التعليمية الضرورية. هلأ الشيء الصحي يعني رؤساء الجامعات هم اللي بنظروا إدارة نعم. العملية الصحية، الإدارة بدها توفير المواد الصحية اللازمة وتوعية الآخرين، أما الفنيين بدهم إعداد المواد التعليمية اللازمة. إعداد التعليم المواد التعليمية اللازمة هذه شغلة، يعني بدك تدرب الناس، بدك طبعا تدريب الناس بالتكنولوجيا في إشي اسمه blended learning، التعليم المدمج، جزء من التعليم بتقدمه تعليم مباشر عادي وجزء عبر التكنولوجيا. إذا كان عندنا تعليم مدمج وإحنا مستعدين في أي أزمة، كل ما هو مطلوب زيادة التعليم الإلكتروني طيب. على حساب التعليم المباشر. طيب نلخص المواد، نصغرها، نكثفها، يعني ضروري الأولاد من الجلد للجلد يقروا. في قصة بالتعليم اسمه نحن لا نتعلم مواد دراسية، المواد الدراسية هي أدوات تنقلنا إلى اكتساب مهارات. ولذلك بدي أقول جملة فنية، يعني لا نتعلم المادة الدراسية، نتعلم بالمادة الدراسية. فالمواد الدراسية هي وسائل لحماية الطالب لإكساب المهارات، ولذلك بقدر أستغني عن أي مادة دراسية إذا بقدر أوصل للهدف بطريقة أخرى غير المادة الدراسية. إحنا مش قادر نوصل للهدف؟ إذا بدي أخطط وأشتغل للوصول إلى الهدف أستطيع تجاوز كثير من المواد الدراسية في سبيل الوصول إلى الهدف. هلأ شو هدف التعليم؟ بناء شخصية متكاملة صحية أولا. طيب بالله عليك يا بدي أبني صحية، معلش تحملني، بيئة صحية أو صقل شخصية صحية أولا وتعليمية وتربية، وتروح على المدرسة تبع هذول الصف السادس والخامس يا دكتور صايب، وانت كيد قريت بيهن، وانه في 55 طالب اللي مرشح والبعاطس واللي الله علم ماله وحطيناهم كلهم ومنقولهم لا تعقيب والأمور طيبة. طيب طالب الجامعة أقل واحد عمره 19 سنة قادر على أنه يفهم ووعي نفسه، طيب الطالب الصغير هذا شو معرفه سيدي؟ طيب تعال نختصرهم، نعملهم فترة صباحية وفترة مسائية. أخي لما سعادة الدكتور قال قبل شوي إحنا بالجامعة في مسافات بين الطالب والطالب، يعني هذه مسافات بين الطالب والطالب يعني ليست حلول كافية لمنع انتقال الأمراض، سواء إحنا مزدحمين ولا مش مزدحمين. ما هو الطالب منين إجا؟ من المجتمع. أنا معك دكتور، أنا بتحدث عن الطلاب اللي ما بيعرفوا يديروا أنفسهم، ما بيعرف يعقم، ما بيعرف إنه هذا المرض خطير، وبكون بالصف فيه 50 طالب. طب إحنا شو بدنا نعمل فيهم هذول 50 طالب؟ هذا الطالب بدل ما يقرأ ذهب أبي إلى الحقل، ونعطيه المواد الدراسية اللي في ناس حريصين عليها، أنه لازم تقري عربي ولازم تقري تاريخ ولازم تقري كذا ولازم تقري كذا. يعني مفروض المنهج تبع الأولاد يعلمهم كيف تحافظ على صحتك أكثر من كيف تحفظ قصيدة معينة أو نص معين. ماشي، أنا بديش أدخل موضوع المناهج الآن على وجه الخصوص. أنا بدي أحل أزمة حالية بعد الفاصل. بعد الفاصل شو رأيك؟ مليح، لأني بدي أتحدث أيضا عن ماذا قدمها طلبة جامعة التكنولوجيا، لازم تحدث فيه. تفضلوا بقية معنا، فاصل أخير. اهلا بكم من جديد واهلا بضيوفي. مساء الخير دكتور مره ثانيه. دكتور، تم الحديث بين جامعه هجوم التكنولوجيا، انتم الشباب طلاب الطب اللي شو عملوا دكتور؟ سيدي، هؤلاء الطلبه طبعا تحت اشراف وتدريب من استاذ متخصص في امراض المعديه، وقاموا بعمل جولات على قاعات التدريس المحاضرات لمجرد 3-4 دقائق في كل محاضرة، عملية توعية بالنسبة لفيروس كورونا
وأيضا تطمين، لا داعي للهلع والخوف والذعر من هذا الفيروس. إذا نتكلم على إنفلونزا الخنازير كانت هي أشد فتكا من إنفلونزا الكورونا أو كورونا الفيروس الكورونا، لذلك هي كان في نوع من التوعية وأيضا ما هي الإجراءات ممكن لحماية الطلبة أنفسهم من لا قدر الله بالإصابة بفيروس الكورونا. يا سيدي إذا نتكلم على لغاية الآن وزارة أو منظمة الصحة العالمية لم تعلن هذا المرض كوباء عام. نعم الحمد لله بحمده تعالى. وأنا أختلف مع الدكتور ذوقان، لا منقول إنه إن شاء الله ما يصير عندنا وإن شاء الله ما بيصير هذا الحكي، لكن الاحتياط واجب أن نكون يعني في جاهزية عالية للوقاية من هذا المرض. موضوع التعليم وكما ذكر الدكتور blended learning، جاهزية الجامعات بدأت في هذا الموضوع منذ أكثر من 10 سنوات. كل الجامعات ولا التكنولوجيا؟ معظم الجامعات، وجامعة علوم التكنولوجيا إحدى هذه الجامعات ماشي. وجامعات أخرى هنالك في الولايات المتحدة ولا بعض يا سيدي في تدريب. هلا احنا جايين على هذا الموضوع حقيقة، يعني في الآن في جامعات عالمية أونلاين ديجري، يعني تحصل على شهادة بكالوريوس أونلاين ما بزور الجامعة، واحنا مش معترفين بالماجستير اونلاين سيدي. ما هذه هاي نقطه ما هو دكتور ما اقول لك شغله واحده، احنا الان نطالب بالتعليم اونلاين وبالمقابل لما يقول لك كم الماجستير اونلاين بتقول له لا ممنوع. سيدي هي هذه قائمه، وفي الجامعه التكنولوجيه جامعات اردنيه اخرى ايضا هنالك مراكز للتعلم الالكتروني. احنا بدانا في مراكز التعلم، الان في شيء يسمى الاي ليرنينج. الاي ليرنينج اللي هو عمليه التعليم الالكتروني. نعم كل أستاذ عضو هيئة التدريس الآن محاضراته وملخص السيلبس تبع المساق الموجود المنهاج بيغطيه، إذا في أي سلايدات أي شرائح أي فيجرز توضع كلها على الموقع الإلكتروني، وهذا الطالب المسجل في المساق إله بيقدر يوصل إله أكسس لهذه المادة وبيقدر يفوت ويشوف كل المحاضرات الموجودة اللي تدرس في المساق. هذا اللي هو الاي ليرنينج بورتفايل. هذا ساعد تطبيقه على وزارة التربية والتعليم؟ لا 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 سيدي سهل جدا، واعتقد ان الوزارة لابد انه قال بس مش كل المراحل، لانه في مراحل تحتاج الى المعلم. مش نعم شكرا. هذا المتكلم عنه بالاي ليرنينج وكمصادر تعلم الكتروني. نعم الان التعلم عن بعد هون بحاجه انه يكون في عندنا هذه الماده، وبحاجه الى يكون في عندنا illustrations توضيح من خلال إما شرائح أو شرح الأستاذ نفسه، تصوير فيديو الصوت والصورة، يصير في interaction تفاعل مع الطالب. نعم. التفاعل يتم إما في عنا عن طريق الفيديو conferencing إذا كان في، وفي عنا في جامعة التكنولوجيا جهزنا استوديو جاهز لعملية التعليم عن بعد عن طريق الفيديو conference وتفاعلية مع الطلبة. هذه التجهيزات موجودة في معظم مراكز التعلم الإلكتروني قمنا فيها في جامعة التكنولوجيا منذ عدة سنوات. طب سيدي الامتحانات أيضا الآن الامتحانات أونلاين كله أونلاين؟ في معظم امتحاناتنا أونلاين. إحنا سنويا عندنا 20,000 طالب بأخذ امتحان أونلاين. نعم. وفي عندنا تجهيز ممكن لغاية 1700 طالب في نفس اللحظة يكون على خلف جهاز حاسوب أونلاين. لأنك أنت بتملك هذه الأجهزة. هذه في تجهيزات موجودة، البنية موجودة، وفي إدامة لها وفي برمجة، وفي شيء مهم ذكره الدكتور اللي هو التدريب. ودليل لأعضاء هيئة التدريسية وفنيين مختصين. إحنا نتكلم على وجود طاقم سبورت ستاف اللي هو موجود في مركز التعليم الإلكتروني اللي هو بيساعد عضو هيئة التدريس في عملية الأبلود رفع المادة على الإنترنت وعملية أيضا وضع الامتحانات وإدامة هذا الشيء. يعني هي بدها جهود، ليست جهود سهلة، وبدها إمكانات حقيقة. الآن طبقنا شيء على الاندرويد على الهاتف الذكي، بإمكان الطالب يدخل يشوف المادة على موبايله. في عندنا موقع على قناة على اليوتيوب اسمها Just Learn على اليوتيوب، بدخل بشوف المحاضرات وبنزل محاضراته ووقت ما بده، وبتفاعل مع عضو هيئة التدريس من خلال الإيميل أو الرسائل الإلكترونية. يعني هي طلاب جامعة بتعرفوا يشتغلوا، احنا بالمدرسة ما حدا بيعرف يشتغل. هاي نقطة، هاي نقطة. بدي أقول لك نقطة ثانية. بالله شو المشكلة يا دكتور؟ إذا الصفوف الأربعين طالب قسمناها قسمين 20 الصبح و20 الظهر، يعني شو تخرب الدنيا بشهر زمان؟ أخي عامر احتراز. يعني بالأيام العادية علينا أن نكون جاهزين لتقديم blended learning طيب. إلكتروني وعادي. لكن في أثناء الأزمات والحل لأي أزمة عليك أن تضحي بقدر من الجودة.
مشان تحافظ على بعض الجودة. شو بدي أضحي مثل هذه الأزمة؟ يعني مثلا حجم المادة الدراسية بضحي فيها، يعني حفظ تفاصيل المادة الدراسية بضحي فيها، بعود لاقتراحك تكثيف المادة الدراسية، وأنا يعني بستخدمش كلمة تكثيف، أنا بقول إعطاء المبادئ الأساسية للمادة الدراسية. في غايات للتعلم وفي غايات للمادة الدراسية، أنا بهتم بالغايات للمادة الدراسية وبضحي بالأدوات والوسائل اللي بتوصلني لهذه الغايات. خليني أخذ مثلا العربي. العربي مش وظيفته أنك تتحدث، كل المواد وظيفتها أنك تتحدث وتتواصل مع الآخرين، لكن هدف مادة العربي هي تعليمك كيف تحافظ على مكانتك في المجتمع، وكيف يمكنك أن تحافظ على لغتك، كيف يمكنك أن تتحدث بلغتك، وهذا هدف الرياضيات وهدف التربية الإسلامية وهدف كذا. ولذلك بقول كل المواد الدراسية تشترك في الغايات. بالأزمات علي أن أنظر إلى الغايات ولا أنظر إلى الأدوات والوسائل والتفاصيل. إذا نظرت إلى الغايات أنا بقول نستطيع مواجهة أي أزمة بما فيها أزمة كورونا إذا بتواضع وبقبل. ما في أزمة إلا بتكون على حلها إلا على حساب الأزمة، هي جراحة، حل الأزمة هي عملية جراحية مش هيك دكتور؟ نعم. لما بالعملية الجراحية بدك تجيب شفة مشان تخلي شفة ثانية، تحافظ على شيء آخر. فبدك تحافظ على ما يمكن المحافظة عليه، ما يمكن المحافظة عليه بناء شخصية الطفل. وأحيانا قد تستغله، شو بقوله بالإدارة، تحويل التحديات إلى فرص. لما تحدي مثل كورونا يخلق لي أدوات جديدة مثل معلمين شاطرين، يخلق لي فيديوهات كويسة، يخلق لي أزود المدارس بكمبيوترات كويسة. بالمناسبة أخي عامر، طب هناك من يتحدث بأنه نحن لدينا الكفاءة لكن تنقصنا الإمكانيات. يعني لو كان هناك في من الأول عندنا كمبيوترات وعلمنا الأولاد كيف يشتغلوا على الكمبيوترات وعلمناهم كيف يدخلوا، كان معلم معلش أقول لك بقدم هالمادة وبرتاح. يا سيدي في طلبة أردنيين بمدارس أردنية بتعلموا طول عمرهم blended learning، تجيهم الواجبات على التليفون تبعهم بحلوا الواجبات وبتواصلوا مع المدرسة. مدارس خاصة ودفع، هذا بدك تدفع راتبك. هاي المسألة إنه يعني الإمكانات هي السبب. في نظرية بتقول تستطيع أن تصنع كنزة بدون ما يكون عندك سلاك تغزل فيها، نظرية أبو عصام الروابدة. إنه بأي مواد تقدر تصنع اللي بدك إياه مهما كانت الرو ماتيريال محدودة. طيب. المهم الرغبة والقدرة الفنية. السؤال يجب أن يسأل لكل مسؤول، هل لديك الأجهزة الكافية فنياً لتجاوز هذه الأزمة؟ هذا السؤال لديك سيدي. الأجهزة الحمد لله في الجامعات وفي جامعة التكنولوجيا موجودة وفي جاهزية عالية جدا لهذا الشيء، لكن أنا أحب أضيف شيء. أنا ظل معي دقيقة بس بدي إياك تشرح لي عن الكاشفات. نعم. لأنه تحدث عنها وزير الصحة عندي هون، بس قل لي شو هي الكاشفات سيدي. مركز الأميرة هيئة القناه الحيوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا استطاع أن يجهز فحص كاشف برايمرز للجين للفيروس الكورونا. وهذا الفحص بإمكانه استعماله لفحص أي حالة مشتبه بها. كويس. طبعا هذا الفحص تم من خلال كوادر موجودة في مركز الأميرة هيئة القناه الحيوية من أساتذة وطلاب دراسات عليا، وعلى قادرين في هذا المركز على فك الشفرة الوراثية للفيروس في حال وجود نتيجة إيجابية تتفاعل مع هذه الكواشف. حقيقة وين كان في تواصل في تواصل مع الخدمات الطبية ووزارة الصحة، ومعالي الوزير الصحة أشاد بهذا الشيء في حلقة سابقة معك أخي عامر. نعم. والآن وصلنا اليوم أيضا من الخدمات الطبية في آخر نهار اليوم وصلني كتاب إنه طبعا بنرحب بهذا الشيء إذا من خلال مختبرات المركزية وزارة الصحة إنه يكون في ستاندرايزيشن وابروفل، يعني موافقه على استخدام هذا ان شاء الله الكاشف. يا سيدي ان شاء الله الله يعطيكم العافيه والقوه وان شاء الله ان شاء الله. كل الشكر للدكتور صايب خلاسات رجام علوم التكنولوجيا الاردنيه. الشكر موصول لك دكتور دوغان عبيدات الخبير التربوي. اللهم انك عفو تحب العفو، عفو عما دمتم بخير.